السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد بشرت بقدومكم ريح السبا. أهلا بكم يا زائرين ومرحبا، نرحب بجميع المشاركين اللي حاضرين معنا اليوم في هذا اليوم الثاني من مؤتمر ويكي عربية المقام بالجزائر لسنة 2021. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بجميع المشاركين. قدم نفسي، منال زاهية، منشطة على قنوات التلفزيون الجزائري. والآن بدون إطالة نستدعي الأستاذ رضا بن خضرة، وهو رئيس ويكيميديا، مجموعة ويكيميديا بالمغرب، ومنظمين الطبعة الرابعة لسنة 2019 بمراكش. الأستاذ رضا بن خضرة رايح يقدم لنا محادثة تحت عنوان الإبداع في المعرفة الحرة، تصورات المجتمع العربي. مرحبا بك معنا، شرفنا وجودك معنا، تفضل. مرحبا بكم جميعا، وشكرا مرحبا. منال، سأقوم الآن بمشاركة العرض وبعدها سنمر إلى الخوض في النقاش. مرحبا بجميع الحضور معنا في هذه الجلسة المعنونة باسم الإبداع في المعرفة الحرة، تصورات المجتمع العربي. ستتمحور هذه الجلسة في ثلاث نقاط أساسية. أولها الحديث عن السياق العام للمعرفة الحرة، ولماذا هذا المفهوم مهم في حاليا ومهم لنا كمجتمع عربي من شأنه تطوير المجهودات وتطوير المبادرات في هذا السياق، وكذلك لمعرفة الحاجة من تطوير المعرفة الحرة والحاجة إلى إسماع الصوت العربي في الحركة. ستتمحور النقطة الموالية بشكل أدق حول المعرفة الحرة وعلاقتها بالمشاريع العربية، وكيف أن المشاريع الويكيميديا العربية تقدم نوع من المحتوى المنتظر، وبعدها سنمر إلى مناقشة جماعية في الشق الثاني من الجلسة. سيتمكن من خلال المشاركون من تبادل الأفكار والرؤى، يمكنكم خلالها المشاركة صوتياً أو المشاركة شات لتقديم أفكاركم وكذلك تعليقاتكم في هذا المنحة. بدون إطالة سأمر إلى السياق العام لهذا العرض، وما هي الفكرة وراء تقديم هذا هذه المداخلة. كما تعلمون، الهدف من ويكيميديا هو جعل مجموع المعارف ومجموع المحتوى متوفر للجميع، وذلك عن طريق توفير محتوى جيد وكذلك توفير محتوى مجاني يمكن خلاله الأشخاص الذين يطلعون عليه من إيجاد إجابات حول تساؤلاتهم، وكذلك الإجابة على ما يتطلعون منه. لذلك تمكنت ويكيبيديا وكذلك المشاريع الشقيقة من تطوير مكانة مهمة وسط حركة المعرفة الحرة، وهذا ما جعل من ويكيبيديا مرجعا مهما في المعرفة الحرة وفي العالم الرقمي الذي من خلاله أن الجميع مجموع المعارف متواجد في ويكيبيديا، وكذلك نسعى نحن كمتطوعين وكمجتمعات إلى تطويره وكذلك تحسين هذا المحتوى. المعرفة الحرة فكرة أو مفهوم محور هذه المداخلة وفي عملنا كويكيميديين، لذلك وهو يحتاج إلى تطوير مستمر، لأن خلال السنوات الأخيرة لاحظنا على أن
هناك هنالك العديد من المشاركين الجدد، وهناك العديد من المتابعين لهم انتدارات أخرى، لهم أساليب وطرق متنوعة للحصول على المعلومة، ويجب علينا نحن كحركة وكمجتمع عربي مواكبة هذا التحول الرقمي لجعل من ويكيبيديا والمشارقة تسير وفق هذا المستجد. لذلك جاءت ورشة الاستراتيجية 2030 في انطلاقا من 2017 لتكرس هذا المعطى، ولتؤكد على أن المعرفة هو مفهوم محوري وأساسي في الحركة، ونحتاج جميعا إلى الانخراط من أجل تطويره، وكذلك من أجل تحسين تواجد ويكيبيديا والمشاريع الشقيقة والحركة كذلك في مجتمعاتنا. وحددت هذه الاستراتيجية في توصيتها التاسعة مجموعة من الأمور، وحددت خارطة طريق مهمة تمكن من تحديد ما هي الأولويات وما هي النقاط التي يجب علينا التفكير فيها من أجل تطوير المعرفة الحرة ودعم كذلك المحتوى الرقمي. بخلاصة، التوصية التاسعة جاءت أو حددت كإجراءات مهمة، وهو دعم تطوير المحتوى المجتمعات الأقل تمثيلية، يستمون العديد من المجتمعات خصوصا منها العربية تعتمد بشكل أساسي على التراث أو المنقولات الشفهية، وهي تحتاج كذلك إلى تطوير، وكذلك تحتاج إلى توثيق مهم، وهذا من شأنه كذلك يساعد على تطوير محتوى شامل لهذه المجتمعات. لذلك فدعم المحتوى المرتبط بالمجتمعات الأقل تمثيلية هو نقطة مهمة تعتبرها مسألة مهمة، ويجب كذلك علينا نحن كمجتمع عربي الانخراط فيه وتفكير في أساليب لضمان تمثيلية أوسع للمجتمعات العربية، بحيث أن يكون المحتوى متناسع تطلعات وكذلك واقع المجتمع. النقطة الثانية هي مرتبطة بتنويع الوسائط المستعملة. كما تعلمون ويكيبيديا تعتمد والمشاريع الشقيقة تعتمد العديد من الوسائل، كإضافة صور، إضافة فيديوهات، هذه الوسائط قد تبينت على أن المنصة أو أن الصفحات لا تواكب كذلك ما يشهده العالم من تحولات الطرق من تكنولوجيات حديثة تساعد على نقل المعارف وتسهيل الوصول إليها. لذلك يجب علينا التفكير في تنويع هذه الوسائط عن طريق إحداث وسائل أو أدوات جديدة ستساعد على نشر المعلن أكبر. وهذا يحيل كذلك إلى النقطة الثالثة، وهي تقوية المشاريع من الناحية التقنية. فالويكيبيديا والمشاريع الشقيقة لهم العديد من المتابعين ولهم العديد من المساهمين، لذلك يجب علينا الانخراط في تطوير المشاريع من ناحية تقنية لجلب مشاركين جدد، لجلب متابعين ومستهلكي المحتوى بشكل أفضل، وهذا سيمكنهم كذلك من متابعة أو الوصول إلى المعلومة بشكل أحسن. النقطة الموالية مرتبطة بوضعنا كمجتمع عربي في وسط هذه الحركة، حركة المعرفة الحرة. كما تعلمون ويكيبيديا منذ إنشائها في 2001 باللغة الإنجليزية وباقي اللغات، والويكيبيديا العربية بالعربية في 2003 ضمنت مركزا أو أصبحت محط اهتمام أكبر
في العالم المعاصر. وفي المقابل هذه مركزية ويكيبيديا تؤثر على مشاريع الشقيقة الأخرى التي لا تقل أهمية. نجد كذلك مشاريع مهمة كالويكي قاموس، ويكي اقتباس، وويكي مصدر، وويكي جامعة. يعني أن لدينا نوع من المنصات لكن مركزية ويكيبيديا تؤثر على المشاريع الأخرى، وهذا يقلل من فرص مشاركة المعرفة مع باقي المجتمعات. لدينا كذلك في مجتمعنا العربي عمل ميداني متواصل لمجموعة المستخدمين، يقدمون عملا ممتازا في بلدانهم عن طريق التعامل مع شركاء محليين، أو كذلك عن طريق تقوية شبكة المساهمين، وكذلك تقوية عدد المشاركين في دعم المشاريع ودعم المبادرات. وهذا كذلك يحيلني إلى النقطة الموالية، وهو الدور المحوري للشركات في تطوير المعرفة الحرة وتطوير المشاريع العربية. فبدون شركات لن نتمكن من انفتاح على فاعلين آخرين، كذلك لن نتمكن من دعم أو تطوير دعمنا لهذه المحتويات. فالشركات لها أوجه متعددة، من بينها الدعم الخاص بالمحتوى الرقمي المتواجد في ويكيبيديا، والشركات المرتبطة بعمل المجموعات. فالنقطة الموالية مرتبطة بانفتاح على الشركاء في تطوير المحتوى. كما تعلمون مسابقات التحرير في ويكيبيديا العديد منها يعتمد على شركاء أو كانت خارج الحركة من أجل تنظيم هذه المسابقات. وكما تجدون هنا على سبيل المثال بعض المشاريع ومن قام بمواكبتها ومساعدتها. انفتاح الشركات مهم لأنه يمكن من تطوير مجهودات المجتمع في تطوير محتوى معين، وكذلك يساهم في كذلك نوع من مكافأة الفائزين في هذه المشاريع أو في هذه مسابقة التحرير. في نطاق آخر نجد على أن الشركات مهمة في إطار مجموعة المستخدمين. كما تعلمون مجموعة المستخدمين في العالم العربي ليس لهم وضعية قانونية، لذلك يضطرون إلى عقد شراكات مع مؤسسات تساعدهم في العمليين، وكذلك تساعدهم في تطوير مشاريع ومبادرات تمكن من تنظيم عمل المجموعة، وكذلك من تحسين انفتاح المجموعات على شركاء جدد. وهذا يعني على دور التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى في تطوير مشاريع معينة. على سبيل المثال سأخذ مثال المغرب، بحكم أننا في ويكيبيديا المغرب تعاملنا مع شبكة القراءة، وهذا نوع من التعاون والشراكة جعلنا ننفتح على أناس جدد في بالمغرب، وهذا كذلك ساعدنا كذلك على تنظيم العديد من الورشات والعديد من المشاريع مهمة بالنسبة لنا. لذلك فدور الشركات محوري في تطوير المعرفة الحرة، ولذلك نحتاج إلى المزيد من النقاش وفتح أبواب المناقشة حول كيف نتمكن من دور الشركات من أجل تحسين تغطية المعرفة الحرة في مشاريعنا. بالنسبة للحالة في قطر هي مختلفة نوعا ما، لأن مكتبة قطر الوطنية لم يتم التواصل مع مكتبة قطر الوطنية، قامت بمجهودها الفردي محاولة جمع مستخدمين في قطر ودعمها لمجموعة المستخدمين.
قطر ليست لها مجموعة مستخدمين بعد، ولكن مكتبة قطر أخذت المبادرة بتنظيم مسابقات، نذكر على سبيل المثال مسابقة ويكي تهوى المعالم، وهذا نوع من المبادرة من الشركاء جعل من أن قطر بدأت تفكر في تشكل في إطار مجموعة مستخدمين، وهذا سيمكن لك من التواجد معنا في مثل هذه اللقاءات، وكذلك من حضور من التواجد في الحركة بشكل أحسن. بدون إطالة سأمر إلى النقطة الموالية وهي المتعلقة بالمناقشة الجماعية. فمناقشة مثل هذه المسائل معكم كمشاركين وكويكيميديين لن نتمكن من تطوير أنفسنا، ولن نتمكن كذلك من إيصال أفكارنا وإيصال تصوراتنا للحركة استراتيجية، لأن نحن اليوم في مرحلة مهمة من تنزيل استراتيجية 2030، ويجب علينا اليوم الوعي بأن لدينا دور مهم لفي تحديد ما هي الأولويات وما هي النقاط التي يجب علينا أن نفكر فيها، وكذلك ما هي النقاط التي يجب علينا التي نرى على أنها يمكن من شأنها أن تساعدنا في تطوير محتوانا الرقمي، وكذلك من تطوير دور مجموعتنا في تحسين تغطية المحتوى الحر. هذه الجلسة هي جلسة أولية، يمكننا كذلك لها عقد العديد من اللقاءات المماثلة من أجل البلورة والتفكير في مخرجات أخرى وفي نقاط مهمة قد تعتقدون أنها مهمة بالنسبة لنا كمجتمع عربي، ويمكننا كذلك تنظيم مثل هذه الجلسات على المتوسط والبعيد من أجل تحديد ما هي الأولويات، وكذلك ما هي تحديد النقاط التي نراها مهمة بالنسبة لنا في حالتنا أو في وضعنا كمجتمع عربي. فسؤالي الأول لكم وهو كيف تنظرون إلى وضع المعرفة الحرة في المنطقة العربية؟ كما تعلمون ليست ويكيبيديا الوحيدة التي تتواجد في حركة المعرفة الحرة في المنطقة العربية، وهناك كذلك العديد من مشاريع ومبادرات أخرى، وسؤالي هو كيف تنظرون إلى هذه الوضعية؟ لا تترددوا في أخذ الكلمة أو المشاركة عبر الشات. تفضل أنس. السلام عليكم وشكرا جزيلا رضا على هذا العرض وعلى طرح هذا السؤال الذي هو في الحقيقة سؤال مهم جدا. أنا فقط للإجابة على سؤالك أعتقد أنه من المهم تحديد السياق الذي نحن نتكلم عنه وهو سياق المنطقة العربية. لا شك أنك تذكر أنه كان هناك نقاش الأمس لما حضرت المديرة التنفيذية الجديدة للمؤسسة، وواحدة من النقط التي ذكرت وكانت ذكرتها أظن سيدة اسمها ندى من غزة الأمس كان هو مشكل المصادر. أنا في نظري المعرفة الحرة مرتبطة بشكل كبير بالمصادر، فلنفترض أنني أنا كشخص أود كتابة مقالات أو نشر معرفة حول موضوع معين هو موضوع معروف جدا في سياق المحلي في مدينتي أو في بلدي. المشكلة هو أنه لما لا أجد مصادر معترف بها ومصادر موثوقة وملائمة لا أستطيع نشر هذه المعلومات، وحتى إذا نشرتها يكون هناك إشكال المصداقية وأنه قد يعني لا يثق به الأشخاص أو يعتقدون أنني أقوم بصناعة المعلومات من نفسي، خاصة وأنه في نفس الوقت الذي هناك ناس جديون يحاولون صناعة المعرفة أو تدوين المعرفة بشكل جيد هناك كذلك ناس آخرون يقومون بعدد كبير من لن أسمي المبادرات ولكن عدد كبير من الأشياء التي
لا تمشي في ذلك السياق. يعني هناك عدد كبير جدا من المعلومات المغلوطة وعدد كبير جدا من المعلومات الخاطئة والتي قد يتم نشرها لسبب معين أو فقط من أجل المتعة. فمشكلتنا في سنة 2021 هو أن المعلومات موجودة بشكل غزير، ومن الصعب فرز المعلومات بشكل جيد أو بشكل مناسب. وفي نظري يجب العمل أكثر على مسألة المصادر، ولما أقول يجب العمل أكثر لا أقصد نحن كويكيبيديين، ولكن مثلا بالتعامل مع شركاء على الصعيد الرسمي مثلا، أو على صعيد الدولة الذين قد يزودون مصادر أكثر أو شيء من هذا القبيل. ولكن أنا أعتقد أن هذه المشكلة حاليا، يعني إيجاد المصادر الموثوقة وفرز الأخبار ومعرفة ما هو الصحيح وما هو الخطأ. شكرا أنس على هذه النقطة، صراحة نقطة مهمة فيما يخص توثيق المصادر وإتاحتها للجميع. هنالك كذلك تعليق من فائزة تقول على أنه أنا أنظر إلى وضعية المعرفة الحرة في المنطقة العربية جدا ضعيفة، يجب العمل بجدية لتطوير وتكوين في هذا المجال. فرح مستكلم يقول أن وضعية المعرفة الحرة في المنطقة العربية، هناك مبادرة فردية هنا وهناك وشراكة هنا وهناك، أمل أن نستطيع في وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالمعرفة الحرة في بلاد. وفعلا هناك العديد من المبادرات تشتت الجهود، يجب علينا في التفكير في كيف يمكن أن ننخرط جميعا في تطوير المعرفة الحرة، وكذلك في ضم هذه المشاريع إلينا، وكذلك فيمكن أننا نحن كويكيميديين وكحركة في دعم هذه المشاريع الأخرى التي هدفها بالأساس هو أن توصل المعلومة إلى القراء بشكل أدق، وكذلك تطوير محتوى ممتاز للقارئ العربي. هناك كذلك سؤال من زهيرة تقول ما هي البرامج إضافتها لتواكب وكبيرة التكنولوجيات الحديثة؟ هو من بين الأفكار المقترحة وأن يتم تطوير خاصيات جديدة وأدوات جديدة، كمثلا خرائط تفاعلية، كفيديوهات تعليمية، فيديوهات ترتبط بمحتوى معين، لذلك لتسهيل عملية وصول المعلومة. وهذا بدون مشاركتكم اليوم في هذه الجلسة لن نتمكن من تحديد ما هي البرنامج التي سنحتاج لكي نواكب هذا التطور. نحن نسعى جلب العديد من الأفكار التي سنطرحها أو نود طرحها إلى المؤسسة للنظر فيها، وكذلك معرفة ما هي حاجيتنا كمجتمع عربي. يقول جوزي بالقاسم مرجان تبني قيم جوهرية متعلقة بالمجتمع الويكيبيدي العربي وتدوين بيان رسمي يوزع على الجهات الرسمية وغير الرسمية من أجل استقطاب الداعمين والتوعية الشاملة. تفضل حسام. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت واضح؟ ممتاز. شكرا. حسام، أقدم نفسي، حسام الدين أبو بكري من تونس. أنا عضو في ويكيبيديا، تقريبا لدي أكثر من عام في الويكيبيديا. إجابة على السؤال وضعية المعرفة الحرة في المنطقة العربية، أعتقد أن المنطقة العربية حاليا نوعا ما متقدمة في المعرفة الحرة، ولكن تتطلب المزيد من العمل،
من بعض الأفكار، وأنا أقوم حاليا بهذا على المستوى المحلي، يعني في المنطقة التي أعيش بها حاليا، قمت بإنجاز بعض المشاريع مع مؤسسة ويكيميديا. أولا، مشروع الاحتفال بعيد ميلاد ويكيبيديا 20، وقمت من خلاله بإنجاز دورات تكوينية لبعض الجمعيات هنا في المنطقة التي أعيش بها، وقمت بتقديم شبكة ويكيبيديا كموسوعة، والجانب بعيد عن الجانب معناها البحث عن المعلومة فقط، بل قمت بتعريف ويكيبيديا من خلال إنشاء مقالات، وذلك عن طريق بطريقة علمية، يعني بوضع المصادر حتى أقوم بتطوير الشبكة. المشروع الثاني وهو ويكي تهوى الأرض لسنة 2021، قمت بتنظيمه فيها على مستوى وطني في تونس، وقد كان نوعا ما ناجحا، حيث قمنا بتنظيم مسابقة على مستوى وطني، وشارك بها العديد من خلال التقاط الصور وتنزيلها على شبكة ويكيميديا كومنز. والآن أقوم بإعداد مشروع ثالث، وهو على مستوى المعاهد الثانوية، يعني العمر من 17 18 سنة. وأعتقد أن هذه القيام بدورات تكوينية في لهذه الفئة العمرية ستمكن مستقبلا المستعملين من كتابة المقالات، أو على الأقل استعمال ويكيبيديا بشكل علمي وليس بشكل عشوائي. ومن خلال هذه المشاريع أطمح كذلك إلى تقديم بعض الأفكار في المستقبل ربما التي ستساعد في تطوير هذه المعرفة الحرة. وشكرا. شكرا جزيلا حسام على تقاسمك تجربتك وتقاسم المشاريع التي تساهم فيها وتشجع من خلالها على إيصال المعرفة الحرة. هنالك تعليق ممتاز من ميرفت وتدعمه كذلك نانور، هو أن يجب كثير في تطبيقيا وعمليا في كيف يمكن أن نحسن من المعرفة الحرة. هذا السؤال المهم يحيلني إلى السؤال الموالي في هذا العرض، وهي ما هي الوسائل والأدوات التي نحتاجها أو سنحتاجها لجعل المحتوى المعرفي الحر متاح للجميع؟ بحكم تجربتنا في ويكيميديا نلاحظ على أن العديد من الوسائل نحتاجها في عملنا اليومي، وما هي هذه الوسائل التي ستسهل أدق في توصيل المعرفة؟ وهو موضوع السؤال، بحسبكم ما هي الأدوات التي قد تساعدنا في تطوير هذا المحتوى؟ لا تترددوا في أخذ الكلمة والتفاعل مع السؤال وكذلك التفاعل مع التعليقات المتواجدة. تفضل جوزي. يمكنك المشاركة جوزي في النقاش.
يقول عادل الحاومي الجزائر أن يمكن طرح أفكار وخلقها صعب وتنفيذها يتطلب الإرادة. فعلا أن هناك العديد من الأفكار مهمة وهناك العديد من الطرق ستمكن من تحسين هذه المحتوى، ولكن إذا يتطلب إرادة منا ككوكبيين وكحركة، وكذلك هناك إشكال في كيف يمكن أن نقوم بتنفيذ جميع هذه الأفكار. نبت على أن من بين أدوات المهمة لتطوير المعرفة الحرة وتطوير المحتوى جعله متاح للجميع هي التحرير، يعني المساهمة بكثرة، وكذلك الترجمة. هناك كذلك تقول أن النقل التي تنتج عن مسابقة ويكي تهوى إلى المقالات. فعلا هو أن هذه النقاط الثلاثة مهمة. مثلا فيما يخص الترجمة، لاحظنا أن هنالك العديد من المقالات المتواجدة بلغات أخرى، وكذلك تنقص في ويكيبيديا معينة، لذلك الترجمة مهمة. وكذلك فيما يخص توثيق الصور والمقالات. أرى أن جوزي جاهز. تفضل تفضل بمشاركة التعليق. تفضلي نور. مرحبا جميعا. بالنسبة للسؤال، الرد على السؤال، الوسائل والأدوات، يعني مثل ما ذكروا الزملاء، مرفت حكيت أنه ممكن نحكي عن الأدوات بفقرة اللي راح يقدمها الحبيب لنعرف بالنسبة للأدوات اللي ممكن يستخدموها الجدد. بظن نحن بعيدين أنه نحكي عن شو بيلزمنا من الوسائل والأدوات، لأنه نحن مثل ما أنا ذكرت كمان مبارحة، بينقصنا هن الأفراد، الأشخاص والمتابعين بالمجموعات. حتى ذكر هلا شغلة بوافقه عليها أنس، والنقطة الثانية أنه تطوير المجموعات هي أساس الضمان أنه يكون هن أفراد، لأنه هن بالنهاية الأفراد اللي راح يزيدوا من المحتوى المعرفي. يعني لو نعتمد نحن بس عن الوسائل والأدوات أو البوتات، فيعني نحن شو بده يكون دورنا بالنهاية؟ لمتابعتها بدنا مجموعات، ويكون المجموعات لازم تكون بيئة ودية تجذب الأفراد وتخليهم يستمروا بمساهماتهم. لكن لأن نحن ننتظر لأنه يكون في عنا فصول وتكون المؤسسة تحدد موظفين ليقوموا بعملهم، أنا ما بظن، ماني متأكدة، لكن لا أعتقد أن الموسوعات الأخرى بدأت من نقطة أن تكون عندها موظفين وبعدين تطورت المحتوى الحر. لا، بعتقد أنه هن بلشوا بالتطوير، لا، ووصلوا لمرحلة أنه بالفعل نحن بدنا شيء ثابت لنستمر بعملنا للنقطة اللي وصلوا لها، ما أنه تروح مثلا المحتوى يكون أقل من هيك. فالتركيز الأكبر لازم يكون ليس فقط على الأدوات، على الأشخاص، ونوعا ما خلينا نقول تبني هدول الأشخاص ليكونوا بمجتمعاتهم موجودين. يعني نحن بنشوف بس أعداد قليلة بأسماء قليلة تتكرر دائما، مجتمعها كبير، عدد كبير من الناطقين يعني باللغة العربية، لكن
مساهمات قليلة جداً للأسف. فالتركيز برأيي الأكبر هو راح يكون على الأفراد وليس على الوسائل والأدوات. شكراً. شكراً على المشاركة هذه النقطة نور، وصراحة نقطة مهمة، وأن تركيز على الرأسمال البشري في تحسين أو تطوير هذه الأدوات، فبدون مساهمين وبدون مشاركين كثر لن نتمكن من تطوير محتوى معرفي ممتاز يصل إلى الجميع. أشكرك على النقطة نور، وأعتقد أن الجميع في التعليق يؤكدون أو يتفقون مع هذا الأمر. قد أعيد صياغة السؤال بشكل فيما يخص الأدوات أو الوسائل لتوصيل المعرفة، وكيف بحكم تجربتكم كيف يمكننا نحن كمتطوعين وكمجتمعات محلية من تقديم أفكار جديدة للمؤسسة لتطويرها وتطوير هذه الأدوات؟ فمثلا نجد على أن هنالك مشاريع خارج ويكيميديا توصل المعلومة بشكل سريع عن طريق فيديوهات بسيطة، فيديوهات تعليمية، فيديوهات مقتضبة، وهذا النوع من السرعة في إيصال المعلومة وتحدي مهم لنا لكي نتمكن من توصيل المعرفة الحرة للجميع. هناك كذلك ذكرت في البداية وأن هناك مشاريع لخرائط تفاعلية، أداة مهمة مثلا لمعرفة في محيط جغرافي معين المآثر أو المعالم الموجودة وكذلك مع وصفها، أو كذلك معلومات معينة. يعني أن يجب علينا الإبداع خارج ما اعتدنا عليه في صفحات ويكيبيديا وفي المشاريع الشقيقة. هل في نظركم مشاريع جديدة قد تساعدنا في تطوير المعرفة الحرة، أم سنكون في وضعية مشابهة لما نحن عليه الآن مع المشاريع الشقيقة كويكي مصدر، كويكي قاموس، وهي مشاريع مهمة ولكن الإقبال عليها لا زال ضعيفا؟ تفضل حسام. حقيقة أعتقد أن المشكل الأساسي هو المجتمع الويكيميديا العربي، هو نوعا ما، وحاليا أتحدث عن تونس، نوعا ما هناك انغلاق، يعني نفس الأشخاص والمجموعات تقوم بالعمل بشكل مغلق وليس مفتح. لذلك الأهم هو أولا التعريف بويكيبيديا، يعني الجانب، يعني جانب كتابة المقالات والتعديل، كذلك التعريف بمشاريع ويكيميديا، مؤسسة ويكيميديا، ويكي قاموس، ويكي ماس، يعني كل المشاريع يجب التعريف بها أولا، كيفية العمل على هذه المشاريع وتطويرها، يعني حتى يكون المحتوى متاح للجميع. أما أن نبقى نعمل يعني على بشكل مغلق ونفس الأشخاص ونفس المجموعات التي تعمل وتطور بدون انفتاح على العالم الخارجي، و يعني إضافة المحررين جدد وتعريفهم بهذه الموسوعة ومشاريعها ومؤسسة ويكيميديا، يعني هذا الأمر لن يقوم حقيقة بتطوير الموسوعة. لذلك أعتقد، وأنا أتحدث عن تجربة شخصية، يعني كنت أستعمل ويكيميديا يعني يعني من المدرسة إلى المعهد إلى كطالب، يعني استعملت موسوعة ويكيبيديا يعني في المعلومات وفادتني كثيرا، لكن لم أكن أعرف يعني كيفية كتابة المقالات إلا بعد يعني تعرفت على صديق يعني وهو محرر في ويكيبيديا بتونس، وهو الذي قام يعني بإدخالي لهذا العالم، اعتبر أنه عالم مخفي عن الآخرين. بعدما قمت بدورات تكوينية يعني في هذا المجال، يعني أصبحت قادر على إنجاز بعض المشاريع يعني
مع التأطير من مجموعة ويكيميديا تونس. أعتقد أن الأهم هو أولا هو أن نعرف الناس يعني والمستعملين خاصة مستعملي الإنترنت. لذلك أنا أقوم الآن بالانطلاق من المعاهد مع التلاميذ، فهم أكثر الناس الذين يستعملون هذه الموسوعة. إذا انطلقنا وكوننا التلاميذ وعرفناهم خاصة بكل المشاريع يعني في شكل، أعتقد أن التكوين مهم جدا في هذه النقطة. يعني الانطلاق من الفئة العمرية الصغيرة نستطيع فيما بعد أن نكون جيلا يعني هو الذي بيده القدرة على يعني إتاحة أو جعل المحتوى المعرفي متاح للجميع. نقطة أخرى هي الانفتاح على وسائل يعني استعمال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يعني مثل الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب، يعني في التعريف بعمل المحررين والمستعملي الويكيبيديا. أعتقد أن حاليا الاستعمال ما زال يعني رابع للصفحات يعني على شبكة الفيسبوك، يعني التفاعل أعتقد أنه ضعيف جدا على المنشورات التي تقوم بنشرها صفحات الويكيبيديا. يعني يجب استعمال هذه وسائل التواصل الاجتماعي بما أنها تقوم بجمع عديد المستخدمين والعمل عليها والقيام كذلك بدورات تكوينية حتى نعرف أكثر بالشبكة ولا تبقى حكرا على بعض يعني المستخدمين والمجموعات. وهذا هو المهم أعتقد. شكرا حسام على جميع الأفكار وجميع التصورات في هذا السياق. وقد ذكر كذلك جوزيه أن الترجمة الإلكترونية وسيلة مهمة لتطوير خاصيات الترجمة عن طريق دعوة خبراء تقنيين، وكذلك انفتاح على مجال الذكاء الاصطناعي الذي قد نقول أن الحضور العربي فيه قليل نوعا ما مقارنة مع ما نجد من متخصصين في هذا المجال في آسيا. لذلك أن يجب علينا كذلك الانفتاح في أو الاهتمام بمثل هذه المبادرات ومثل هذه الوسائل. قد أرجع إلى سؤال طرحته من قبل وهو وضعية المشاريع العربية الشقيقة ومقارنة وصولها وكذلك مقارنة أهدافها مع أو تشابك أهدافها مع الويكيبيديا، بحيث أن الويكيبيديا بفضل سمعتها نوعا ما تغطي عن الشقيقة الأخرى وهي لا تقل أهمية. مثلا الويكاموس مشروع مهم لتطوير قاموس عربي شامل، وأظن أن أثرت الجمود في المشاريع الشقيقة الأخرى أثرت نوعا ما على أو ركزت نوعا ما على أن يتم تطوير في ويكيبيديا وحده. أظن أن الجميع هنا لديه فكرة أو تصور حول المشاريع الشقيقة الأخرى كيف يمكننا أن نهض بها وكيف يمكن أن نشجعها. تفضل يا نور.
بالحقيقة بعتقد نحن عم نتكلم على نفس الموضوع، لأنه المشكلة اللي أصلاً بنعاندم فيها بويكيبيديا حتى إذا نحن عم نشوفها بمستوى منيح، أنا شخصياً أنا ما عم نشوفها بهالمستوى للأسف لقلة المساهمين وقلة المحررين، فلا بالك بالمشاريع الثانية اللي هي أصلاً مهملة ما في اهتمام فيها. مين اللي ممكن يهتم فيها؟ هي دور المجموعات اللي أصلاً موجودة هي من 2015 تقريبا، من شرق العالم العربي لغربه. كم من هالمجموعات هي قدرت تعمل بهالفتره بخمس ست سنين مشاريع مختلفه او ورشات مختلفه بالمشاريع الشقيقه لويكيبيديا؟ نحن ليش ما عم نعمل مشاريع او ورشات بهالمشاريع الاخرى اللي هي ويكي مصدر، اللي هي ويكي قاموس او غيرها، او حتى الاهتمام اكثر بويكي بيانات؟ كم مساهم عنا بالمجتمع العربي بيساهم بالمحتوى العربي على ويكي بيانات مثلا؟ اذا كان حالة فردية غير معممة على المجموعة او المجتمع اللي ينتمي إلى، نرجع لنفس المشكلة اللي هي تفعيل دور المجموعات برأيي، اللي هن عليهم المسؤولية الاكبر، وهذا الشيء بيعتمد اكثر ل بناء البيئة الودية المناسبة للتعاون، لا استقطاب عدد أكبر، ليس فقط استقطابهم والتمكين بأنه يستمروا بالتفاعل، لأنه نحن عنا ما عنا كوادر، عنا فقط مساهمين أعضاء من عدة سنوات موجودين، أو جدد يدخلوا بمساهمات سريعة، يا بيضلوا والأغلب ما بيضلوا بيمشي. فعلى مين نعتمد نحن؟ شو هو نحن اللي ما فينا نعمله حالياً إلا إذا إجا موظف وقالنا إنه لازم أنتوا تشتغلوا هذا الشغل؟ ما يعني فكرة إنه نحن من حالنا لنزيد عدد التطوع، مو التطوع، لنزيد مجال الناس نشجعهم ليتطوعوا، كيف في ما فينا نعمله؟ وهالشي ممكن بس يصير عن طريق انه يجي نحن حدا من المؤسسة ويقولنا انه تصرفوا هيك. هل نحن غير قادرين انه نحن نشكل ورشات لمشاريع تانية ونفعلها؟ وين دور المجموعات؟ وين دور الناس المسؤولة عن هذه المجموعات؟ لأنه هن بالنهاية مشان شو هي المجموعات؟ هدف الأفلييت مشان شو؟ أنك تستقطب عالم لتشتغل بهذه المشاريع. طيب هالمشاريع خاملة ميتة خالصة، غير الويكيبيديا اللي أصلاً عم نشوف من مساهمة ما تمضي على عدد محدد من مستخدمينا من الإداريين اللي بيمشوا الويكيبيديا، غير هيك مين موجود بويكيبيديا؟ يا ريت نبلش نفكر بطريقة تانية أنه نحن نكون فعالين أكثر، خاصة اللي هن على يحملوا مسؤولية أنه صح شغل تطوع هو، لكن هن بيحملوا هذه المسؤولية لأنه موجودين بمراكز مسؤولة. فنفعل أدوارنا أكثر من هيك لنقدر نحن نتقدم بمشاريعنا ونزيد من المحتوى المعرفة الحرة اللي عم نحكي عنه. شكرا، ويا ريت يتقبلوا حديثي، يعني حكيت صراحة بصوت عالي فهو من التفاعل. اوكي شكرا. اعتقد ان انس يريد التفاعل في هذه النقطة. نعم فعلا، لو كان ممكن ان تبقي نانور حتى نناقش معا لو اردت ان نناقش هذه الفكرة. انا في الحقيقة النقطة التي عندي هي مرتبطة بما ذكرته، ولكن أود فقط أن أعطي بعض الإضافات أو التوضيحات المتعلقة بسواء المجموعات أو التطوع. أنا ورضا الأمس كان عندنا عرض، هو مسجل بالمناسبة موجود على اليوتيوب، حول مسألة التطوع وهل التطوع مستديم وما هي حدود التطوع. المشكل هو أنه مجموعات المستخدمين أو المسؤولون على مجموعات المستخدمين أو حتى الأعضاء هم ليس لهم أي التزام، لا يوجد عقد موجود يكتب فيه أنه أنا مسؤول عن مجموعة مستخدمين، يعني يجب أن أشارك خمس ساعات في الأسبوع في إدارة اجتماعات وقيام بكذا والقيام بكذا. المشكل مع التطوع هو أنه شيء فيه التزام أخلاقي، ولكن ليس شيء فيه التزام قانوني. أما التوظيف مثلا، لو أنا موظف في مجموعة المغرب ومجموعة المغرب تعطيني نقود، فإذا لم أقم بذلك العمل ستطردني مجموعات المغرب أو سأعاقب أو ستحذر شخص آخر. فالمشكل المرتبط بمجموعات المستخدمين هو أن التطوع غير مستديم.
طبعا قد يوجد أشخاص نشيطين أكثر من أشخاص آخرين، ولكن ظروف الحياة تتغير. أنا لا أدافع عن أي شخص هنا، أنا فقط أحاول أن أشرح أنه التطوع في حد ذاته له حدود. أن أتطوع وأن أكتب مقالة أستطيع أن أقوم به، ولكن أن أتطوع وأنظم مؤتمر مثل ما قمت به أنا وريدة في 2019 ليس سهل، والحجز تذاكر الطيران والتأشيرات الفيزا وغير ذلك كله تطوع. فالمشكل كما ذكرت هو أنه أين سنضع الحد؟ ما هو الفرق بين التطوع وبين أن هذا الشيء أصبح أكثر من التطوع وأصبح عمل؟ وأنا في الكتابة التي كتبت على الشاط كان هذا يعني أنا في نظري هو الحل، وقد أكون مخطئ، ولكن أنا في نظري إذا فعلا أردنا مجموعات احترافية وممتازة يجب أن يكون هناك عدد من الناس ولو واحد في المنطقة كلها يكون موظف. أنا لا أقول أنه يجب أن يكون موظف لدى المؤسسة، أنا أقول أنه يجب أن يكون موظف بمعنى أنه يجب أن يقوم بشيء متعاقد عليه، يعني مكتوب هناك عقد يقال له أنت تقوم بهذا الشيء 20 ساعة في الأسبوع، وإذا لم تقوم به ستطرد أو لن تأخذ أجرة إلى غير ذلك، لأن التطوع فيه مشكل. وأنا أدعوك لو لم تشاهد العرض الذي قمت به أنا وردة أن تشاهدي، لأنه نحن وصلنا إلى نفس الخلاصة أنه فعلا هذا مشكل ولا أرى له حلا. لا أعتقد أن الحل هو أن نقول أنتم يجب أن تقوموا بعمل أكثر لأن الناس غير مهتمين. أنا سأقول لرضا، رضا أنت في مجموعة المغرب لا تقوم بشيء، لماذا هو سيفضل أن يقوم بهذا الشيء؟ ممكن لن يهتم، ممكن سيترك المجموعة، ممكن سيغضب، ولكن لا يوجد يعني تعاقد. هذه الفكرة التي أردت أن أذكر، وممكن أن نتفاعل يا نور. أنا طبعا ليس لي يعني أي رأي قوي أو شيء، أنا فقط أريد أن أناقش. أنا أنتظر أنك خلص. أنا انتهيت. أوكي، أنا للأسف ما حضرت، مو لأني ما كنت بالمؤتمر، أنا مبارحة حاولت أقصى حد أني أحضر، لكن صار تزامن مع جلسات تانية فصارت جلسات على حساب جلسات. أكيد بدي أرجع أحضر. بالمناسبة كنت عم بحضر مداخلتك اللي كانت صحيح مسجلة بس عن الدراسة اللي عملتها عن الهاتف. أوكي، فكرة التطوع هي عندها حدود، لكن النقطة المهمة اللي نحن دايماً لازم نركز عليها فينا ناخدها بهالشكل، أنه زيادة الوعي على فكرة التطوع نفس العمل التطوعي، لأنه نحن نشتكي لأنه ما عنا خلينا نقول ثقافة التطوع بالأساس. يعني نحن صار عنا مسؤولية أكثر، الناس المتواجدة هون متواجدة لأنه هي عم تهتم بهالموضوع، فنحن أخلاقياً منتحمل هالمسؤولية. كمان برجع بقول شو اللي ما ممكن نحن نعمله إلا إذا أجا موظف. ما الموظف أنت عم تقول بده يجي شخص واحد، هذا الشخص الواحد بده يكون هو يغطي كل هالمجموعات. بس تبعت نحن بناخذ دائما، لاني تعرف انت والاغلب انه انا اكثر نشاطي هو ضمن مجموعه بلاد الشام، نحن كلياتنا هنيك متطوعين، ما في حدا عم بيشتغل في وقت، في ممكن انا حاليا عم بعطي وقت اكثر، لكن الزملاء هن عطوا قبل سنه وسنتين وثلاثه اللي نظموا المجموعه اللي استمروا فيها اللي عم يتسبوا فيها. طيب ليه ما عم نشوف مثلا هالمثال الجيد ونحاول نطبقه قدر امكان اكثر بمجموعاتنا؟ ما حطينا نحن موظف، ما صار موظف، نحن بدنا نضل هيك. محتوى العربي بده يضل بهالطريقه، المشاريع الثانيه بدها تضل بهالطريق، يعني شبه معدومه، هي غير موجوده بس بالاسم. يعني لما انت من الناس اللي اكثر شيء بتحضر مؤتمر او لقاءات عالميه، في امور ما بدك يحكوا فيها عن المجتمع العربي لانه نحن عندنا نقص كثير فيها، بس نحن لما موجودين انس نحن نتحمل جزء كبير من المسؤوليه. طيب انا هذا الحل الوحيد اللي عم بشوفه بس بالموظف ممكن يحل لي كل هالامور؟ اكيد لا، انا ما عم بشوفه صح. في امور ثانيه نحن لازم نتوجه لها ونصل بالنهايه انه اوكي نحن صار بدنا حدا يمشي لنا امورنا، خلينا ندفع مصاري لهذا الشخص ليمشي امورنا، لكن الباقي كله تطوع. وفكره التطوع يعني التطوع انه انا حملت مسؤوليه انه انا اجي سجل اسمي بهالحركه واقول انا اقبل التطوع. لما أنا سجلت صرت مستخدمة وعندي حساب فأنا عم بقبل أني أتطوع. فيعني في أمور صغيرة تانية ظن المجموعات، وهي فرصة مناسبة كتير أني
يعني نحكي فيها بشفافية طبعا دون ذكر أسماء، لأنه ما هدفنا هالشيء. هدفنا نحن أنه نتطور مع بعض، لأنه بالنهاية كل شيء مفيد بده يصير للجميع، والسيء كلياتنا بده ينحسب مع بعض لأنه منتمين للعالم العربي. أنا نور في الحقيقة أنا متفق مع المشكل الذي طرحتي 100%. أنا ليس عندي يعني ملاحظة على المشكل الذي ذكرته. أنا كإنسان عملي أحاول دائما أن أجد الحلول. فأنا في نظري، وسأعيد أن أطرح سؤال ممكن عليك وكذلك على ميرفت لأن ميرفت تفاعلت معنا على الشات، أنا الذي أريد أن أعرفه من يعني من جهة إيجاد الحل هو، أنا شخصيا لا أعتقد أن جميع الناس على الكرة الأرضية يهتمون بالوازع الأخلاقي للتطوع. يعني لا أعتقد أنه إذا شخص ما جاء وقال أنا متطوع إذن يعني أنه سيلتزم. فأنا من الناحية العملية أريد أن أعرف، مثلا نحن الآن سنة 2021، كيف سنقوم في سنة 2022 بضمان أن يكون عندنا مشاريع مثلا في مجموعة الشام مثلا؟ يعني هل سنوقع عقود للمتطوعين وسيأخذون 100 جلدة إذا لم يقوموا بذلك العمل؟ هل يعني فهمت الفكرة؟ يعني أنا أحاول أن أكون عملي. الفكرة هي بكل بساطة الجو اللي بنخلقه نحن داخل المجموعة، وهي حل بسيط جداً. لا تفكر أنه مجموعة الشام ما عندها مشاكل الداخلية، نتعرض لها بشكل أكثر، ولما يكون النشاط أكبر بيكون المشاكل أكثر، اختلاف الآراء أكثر، لكن بالنهاية شو اللي بيحكم على الأمور هي النتائج اللي بنحصل عليها. برجع بركز، مبارح ركزت كمان واليوم أكثر من مرة صار عم بقول الجو اللي هو اللي بيتذوب ومنستمر، يعني المسؤولية اللي عليهم المستخدمين القديمين. بعدين من ناحية تانية يعني مستخدمين قديمين عليهم مسؤولية متابعة ويكيبيديا، عليهم مسؤولية متابعة المجموعات، عليهم مسؤوليات كتيرة. طيب هالشخص قال أنا خلص اكتفيت، يعني عملت واجب الإنساني نحو المعرفة الحرة وراح أنسحب. طيب معقول ما في كوادر هي تلتزم أو تأخذ مكان هالكوادر الموجودة الحالية؟ فالجواب بسيط كتير، إنه نخلق الجو لنحن مو بس نتزبن ونخليهم يضلوا يستمروا بتطوعهم. فما بظن بالمجموعات ما في أشخاص أصلاً، وأنا ثقتي كتير كبيرة من خلال يعني ما عندي تعامل شخصي أو شغل مشترك مع كل أعضاء المجموعات الثانية، لكن بشوف مشاركاتهم بسمع آرام والكل عنده أفكار ممتازة. طيب مثل ما عم تقول مرفت هون، نحن أنت بدنا نفوت لمرحلة التطبيق، نحن شو نازلين لنفوت بمرحلة التطبيق. أعتقد أن مرفت تود المداخلة صوتياً. نعم مرحبا جميعا. يعني أنا متابعة الحوار شيق جدا، ومن الأشياء اللي المفرحة المحزنة بنفس الوقت أنه في أفكار كلكم خير وبركة، كلكم عندكم القدرات، ولكن إمتى رح نشوف مشاريع فعلية من منطقة المغرب العربي تحديدا؟ يعني أنا ممكن أخبرك حالتين من الحالات اللي أنا شاركت فيها عندكم في المغرب العربي. واحدة كانت مسابقة انطلقت من المغرب، واحدة مسابقة كانت انطلقت من تونس في العام الفائت. في كلا المسابقتين عدد المشاركين كان لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، وهذا مما يؤسف له. يعني الأفكار اللي نحكي عنها إمتى بدها تصير تطبيقية؟ في مؤتمر مراكش، في مؤتمر مصر، في مؤتمر تونس أول نسخة من ويكي عربية، أفكار رائعة انطلقت. ويكي أطفال ما شفنا، مشاريع ويكي التهوى كلها صور بتروح على كومونز، وانتوا على فكرة كل جماعة المغرب العربي جدا رائعين في تنظيم هذه الفعاليات، التصوير تحديدا، ومنتجاتها أو مخرجاتها تكون رائعة، بس ما بنشوفها. امتى بدها تضلها حبيسة في كومونز؟ كيف كانت المشاركة مثلا، وأنه منظم المشاركة كان أحد الإخوان من تونس، كيف كانت المشاركة العربية في موضوع المقالات بحاجة لصور؟ ما في. ليه؟ طبعا هذا ما بده موظفين يعني، وحتى فكرة التطوع قديش بدها وقت.
بس أعطيني 10 دقائق من وقتك في اليوم، ما بدي في اليوم لما تتاح لك الفرصة، ولكن ما بدنا إحنا نضلنا حبيسين الأفكار من نظم مؤتمرات، من نطلع في مخرجات نظرية فقط ما منشوف تطبيق عملي. تمام؟ نشاطات المجموعات العربية وينها؟ عندنا مجموعة ما بعرف 7-8 مجموعات عربية، وين مخرجات شغلهم السنوي؟ هذا سؤالي، هذا تساؤلي. بدنا نطلع من جو النظريات والأفكار للتطبيق. السنة القادمة إن شاء الله في مؤتمر وكي عربية أينما سيقام، لما بدنا بشندة يطلع في أول مداخلة يحكي عن مخرجات وكي عربية 2021، بدنا نشوف تطبيق عملي. ما بدنا نسمع حكينا هيك مداخلات وشارك 20 أو مليون مشارك في المؤتمر، لا، هاي مش مخرجات. شكرا جزيلا. شكرا ميرفت على إيصال الفكرة، وصراحة فكرة مهمة، لأن الإشكال المرتبط بتنزيل أو مخرجات المؤتمرات أو اللقاءات سواء كانت فكرة أو إشكال في حد ذاته، لأن نحن كمجتمع عربي بكل صراحة نقترح أفكار جديدة، نقترح مبادرات جديدة، ولكن حين يصل الأمر إلى التنفيذ أو المتابعة أو تحديد الأهداف أو كذلك إعطاء أرقام أو إحصائيات مهمة، هنا نرجع إلى الوراء ونتابع عن بعيد، وهذا كذلك إشكال كبير في حركة، ويؤثر كذلك على مردودية المشاريع. نقترح جديدة، نقترح مشاريع جديدة، لكن حين يصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ الجميع يرجع إلى الوراء وننتظر من سيقوم بالمبادرة. أنا في هذه الجلسة اليوم حاولت على أن نبدأ النقاش حول ما هي الأساليب ومن الأدوات التي نحن كأفراد نحتاجها لكي نتمكن من إيصال الفكرة وكذلك العمل عليها سويا. وأعتقد أن الجلسة اليوم كانت خير مثال على أنه نحن بحاجة إلى المزيد مثل هذه اللقاءات، وكذلك تحديد ما هي خطة العمل التي سنحتاجها في الحركة. وكذلك تعقيبا على سؤالك في الشرط المرتبط بالتطوع، أعتقد أن كما ذكرت في مداخلة مع أنس أنه هناك نوعين من التطوع في ويكيميديا، من يتطوع في تطوير ومن يتطوع في دعم المجموعات ميدانيا. قد لا يكون ارتباط مباشر بين هذه النوعين من التطوع، بحد ذاته هناك تكامل بينهما، فالمتطوع مع المجموعات المستخدمين يحاول بإمكان أن ينفتح على مجتمعه القريب لكي يتم إيصال المعرفة، يتم تطوير شراكات وتطوير معارف وتطوير شبكة هيئات ومنظمات تساعد على إحداث أو تطوير المحتوى المشاريع العربية. فهنالك أنا أعتقد أن هذا ورش كبير للنقاش عليه، وأعتقد أن فرصة اليوم بينت أنه هناك نقط تفرعات ونقط فرعية مهمة يجب علينا التفكير فيها وإجابة عليها إن كان. بعد إذنك اسمح لي أستاذ رضا بن خضرة، اسمح لي ولكن علي التدخل لأن تبقى لنا فقط دقيقتين. حقيقة نقاش ثري جدا ومهم جدا وممتع، لكن لم يتبقى لنا الوقت كثيرا، سو بقينا دقيقتين من فضلك. أفهم، بس هو بعد هذا اللقاء يمكن في فترة استراحة 15 دقيقة، ما بعرف، وبعدها هي الجلسة لألي، فلازم أكون أنا جهزت. لكن طبعا مو لألي، مع مجموعة ويكي التراث العالمي أنا مشاركة فيه، لكن لو في التيم يعني يعطينا كم دقيقة زيادة. فمثل ما ذكر أنس، بعد إذنكم أنا أخذت من دون إذن، مثل ما ذكر أنس، يمكن تأكد من منال هل هناك فترة استراحة بعدها؟ نعم هناك فترة استراحة، نعم قد نستغلها في مواصلة النقاش. الفترة اللي حكيته عنها أنه الجزء
مو الجزء كله إذا قسمها ما بعرف إذا أنت ولا أنس قسمتوها للي المستخدمين اللي بيهتموا بالمحتوى وبيزيدوها والمستخدمين اللي هنن بيهتموا بي أو يكونوا متواجدين على التواصل. طيب هذا الدور اللي نحن بدنا نفعله، هذا اللي نحن بنحتاجه وعم نحكي عنه أنا مرفت أنس أنت كل اللي شاركونا هون. ليش؟ لأنه نحن بدنا متطوعين، نحن وسائل أدوات المؤسسة عم تهتم فيها، احنا ممكن نتشارك فيها بالرأي. أصلاً إذا ما عنا الناس نناقش فيها من وين بدنا ننتظر نحن شخص واحد يطلع بفكرة أنه والله هذا الأداة نحن بيلزملنا؟ لا، نحن بدنا الناس، بدنا بيئة ودية تجذبهم وتخليهم بمجموعات. فهذا ممكن من هالنقاش بالنسبة لي أنه ناخذ مثل يعني ما بقول تعهد لأنه ما في شيء بالنهاية هو التطوع، لكن نحن فينا نتحمل هالقدر من المسؤولية أنه ماذا يمكننا أن نفعل داخل مجموعاتنا، وكلامي خاصة للمجموعات العربية الثانية غير بلاد الشام وكمان لبلاد الشام مشان تقدر تستمر هي بالنشاط اللي موجودة عليه. فبدنا أمثلة، تواصلنا مع المجموعات العالمية جيدة جدا، بدنا حدا يساعدنا من غير مقابل مادي كمان ممكن نحن يتأمن لنا هالشي، لكن ليه ما في البيئة الودية؟ هذا اللي لازم نفكر فيه، نشوف أسبابه ونحاول نعالجه لنستخدم نحن أفراد، لأنه بيلزم لنا أفراد، لأنه الأفراد هي اللي بتساهم وهي بتخلينا نبني قاعدة فيها نستمر فيها لقدام وللمستقبل. فعلا كما ذكرت في مداخلة سابقة وأنه التركيز على الرأسمال البشري والتركيز على جلب متطوعين ومساهمين جدد من شأنه أن يطور ويضيف زخما جديدا إلى ذلك إلى المجموعات والحركة ككل. أعتقد أن هذا النقاش لازال مفتوحا وقد نعقد لقاءات أخرى لإيجاد حلول مناسبة وكذلك خروج بنتائج عملية لتحديد خطط استراتيجيات ستمكن أن المجتمعات العربية والمجموعات لإيصال أهدافها وتحديد كذلك مسؤوليات كل طرف في هذا المجتمع. مؤتمر اليوم كان فرصة جيدة لأن تقصنا المغرب، ولكن التفاعل وكذلك الحضور لا بأس به، لن يمكننا من تلخيص هذه الأفكار كلها في بضع دقائق أو بضع ساعات. أظن أن لازلنا نحتاج كثير من الوقت من أجل تحديد أهداف وكذلك تحديد عمليا ما نصب إليه. فالمجموعات العربية ما شاء الله كثيرة، وكل سنة بعد سنة نجد مجموعة جديدة، لكن هذا التنسيق يغيب، وهذا التنسيق الذي ننتظر منه أن يكون حلا في حد ذاته يشكل لنا عائقا كمجتمع. وكانت هناك مبادرات كالمجلس العربي ومبادرة كمجموعة مستخدمي ويكيبيديين العرب، فهناك ورشات أو ورش مفتوحة، ويجب علينا الجميع ترك الفكر جانبيا والتفكير في كيف يمكننا تطوير الحركة وتطوير المعرفة، لأن الهدف في آخر المطاف هو أن يصل الجميع إلى مجموع المعارف، كما ذكرت في البداية عبر مقولة جيمي ويلز، لذلك هذا هو الهدف الأسمى لانخراطنا في ويكيميديا، وأن تصل المعلومة وتصل المعرفة للجميع. وهذا لتوصيل هذا الهدف قد نأخذ مناحي مختلفة، ولكن يجب علينا التفكير في خطط عملية وتنزيل استراتيجيات مهمة.
بالحقيقة أنا ممكن أضيف شغلة صغيرة، أنه هي دعوة، هالجلسة خلينا نقول هي دعوة للمجموعات العربية، للمسؤولين خلينا اللي هن على رأس المسؤولية حالياً بهيئة أو لجنة المسؤولة عن كل مجموعة، أنه يعدوا ونشوف أسباب بجدية، أكيد بجدية هي دايماً أخذين الأمور، لكن بخطوات عملية أكثر. عم حاول نقي كلمات صح يعني مشان ما أحكي شيء غلط، أنه لماذا نحن ما عنا هذا التفاعل الكبير، لماذا ما عنا أعضاء أكثر من هيك. ما بدي أقول مثل ما عم بيذكر أنس أنه ممكن يترك الشخص بنص الشغل ويمشي وكذا، أكيد إذا المشروع كله بيعتمد على شخص واحد المشروع بده ينهار. نحن عم نحاول نشوف قاعدة أو آلية لا تعتمد فقط أنه فرد واحد، على مجموعة من الأفراد، غاب فرد في اللي يعوض عنه، ما أنه المشروع يروح. هاي هي مشكلتنا اللي أنا بشوفها بهالطريقة. شكراً كثير كثير لدى. شكراً نور على تلخيص اللقاء في هذه المداخلة. وصراحة الطريقة ما ذكر أنس قد نكون بعدنا شيئا ما عن هدف المداخلة، ولكن النقاشات الجانبية أو النقاشات الفرعية مهمة لنا، لأن هنالك أولويات أخرى يجب علينا التفكير فيها قبل الخوض في الوسائل أو الحديث عن الوسائل أو الأدوات. أعتقد أن يمكننا، يقول فرح أن هناك قاعة فرعية يمكن استغلالها إذا كنتم متواجدون. عفوا اسمحوا لي، حقا نقاش منفع جدا، ولا أريد إقطاعكم ولكن أنا آسفة، سامحوا لي من فضلكم، ولكن هناك محادثة أخرى. نعم منال، قبل أن نمر المحادثة الأخرى، وأنا فرح نستغل قاعة ورش نيس لاستكمال النقاش ونشريت لاستكمال الحديث، ولكن هناك محادثة أخرى من طرف الأستاذة نسيمة شحبون بعد دقيقتين، إذن أدعوكم كامل لمشاهدة والاستمتاع بهذه المحادثة. نشكرك أستاذ رضا بن خضرة، حقيقة مداخلة رائعة وممتعة، شكرا لك. نشكر كامل المتحدثين أستاذ عادل، أستاذ نانور، واسمحي لي مرة أخرى ولكن الوقت، أنا آسفة، شكرا على تدخلك.